السلام عليكم اخوت، مرحبا بكم في كانتي ديال اليوم الغد سان كلود 4 اي بلي. المهم الخوت، هاد الكاتيجوري ديال اليوم الغد غادي تكون فيها لي توكار، لان الريفيرونس هابط على 18.5 كلاس 2 هانديكاب ديفيزي ريفيرونس. لا ديستانس ديالها 2416 عود. مهم الخوت، بخلاصة القول بأن اللي يشوفوا دالمان غيكونوا حاضرين، خيول ألمانيا غيكونوا حاضرين وغادين يجيو فيهم على الأقل، على الأقل غيقدروا يجيو فيهم بجوج، هذه أقل نسبة مئوية فين يقدروا يجيو. اللي يشوفوا دالمان الخوت، كاين أول عود هو الوايز كيد رقم واحد، تنظن لاباز ديال لاكورس هاد العود 60 كيلو على ريفي غدا ان شاء الله كريستيان تيفيرو لونترينور شيريغن. المهم العود الالماني الثاني هو سان سالفادور مادموزيل فولت، عود يقدر يبلاسي عندكم هو رقم 9 بلان بو اوبليغاتوار، غيطلع فيهم عود هادو لي زوتسايدر، اما الناف الاوتسايدر يا اما الويت اللي عنده 8 سنين، عود ديجا عنده الكانتي، ديجا عنده سان كلود بلاسي في سان كلود في 2400. فات اتونسيو، ركب عليه هاد جوكر بيتشليك، هذا هو اللي دا البري ديال 5 مليون دولار اورو في الجراند بي ديال قوس النصر. على العموم الخوت، حنا غادي نشوفوا اللي يشوفوا دالمان، وعاد نخرجوا عند العود الثاني الماني تيغانو رقم 11، عود تاو الماني اخر عود اللي هو تاو ايترونجي ديال الينوبينيسيس، عود يوناني فابريس فيغون، عود كان كله لقانات في اليونان وجال فونتين بلو وكان دار نو بلاس يطلع للسينك في 2400 وتحقق دوزيام بلاس ودار تروازيام بلاس، تيبقى من ابرز الخيول اللي عندها 53 كيلو في البوا الكاتورز. المهم أسبقية رقم واحد عندي هاد الواحد غيكون في لاباس ديال الكورسا، والعود الثاني يقدر يكون رقم 9 ربما انف، اما الويت والاونز تيبقاو مور اكس ربما يبان فيهم شي واحد. المهم هادو ملي شوفو ديالنا الكاتورز تا هو غادي يقول الكلمه ديالو. افيك باي ماي سايد رقم 13 ماكسيم غيوبيا براند خواكين بدو مالي زونترينور. هاد العود 13، هاد العود عود انجليزي، عود انجليزي وكان دار واحد الكورسة زوينة في لونشو، كان دار دوزيام بلاس وكان جاي من دوفيل، عود كان جاي من دوفيل في دوزيام بروف ديال دوفيل، كان جاي هما كانيلو، كانيلو كان دار دوزيام بلاس، كانيلو كان جاي دار دوزيام بلاس، هو كان دار تروازيام بلاس دوزيام بروف ديال دوفيل. عود انجليزي ساندون بارك وسالسبيري وباتو يارموت كيبتون بارك، هادو لي تيغان كاينين في الانجليز. هو تقريبا هاد بالنسبة لهاد دريس باي ماي سايد، كيما كتشوفو شوية وغيمشي فافوري، عندو الفونتين بلو سيزيام بلاس افيك الكاتورز، هادي هنا كانوا مشاو خسروا بجوج في الفونتين بلو الكاتورز، ولكن كان جا الرقم 14 حقق المفاجأة وكان جا تغلب على التريز، تغلب على التريز هنايا في هاد الكورسة وجا لاخر جرا في لي كانتية ديال سان كلود. المهم على العموم باي ماي سايد هو الجران فافوري، والسيس كالدان هاد العود رقم 6 ديال ستيفان واطيل، مدخل 3 ديال الخيول، جوج الخيول عندهم لا رونطري، وانا في الاعتقاد ديالي بكل صراحة غادي نعول على لاس الان، غدا ما غنعود لا على طريز لا على سيس، لكم اختيار فيهم. المهم سيكوند شانس 12 تينينسي سونغ، الويت الكترون لي سان سالفادور، والعشرة الكترون ليبر، والسانك برايت اوف فاير، والثلاثة شمس باد. شمس باد تنظن ان رجع له ميكايل برزالونا غادي تنافس على مقعد من لي سانك برومي،
افيك ميكائيل برزالونا. ميكائيل برزالونا مع هاد العودة هذا تي بلاصي تي بلاصي، غادي ناخدو الشمسباد وغادي ناخدو اللاس. فهنا في لي زوت سايدر الخوت كريسيدا رقم 4 عندها لا رونتري، والسبعة عنده لا رونتري بشهر 5 ستيفان واطيل ما كنتوقعوهمش الخوت، ولكن لي زوت سايدر الخوت غيكون غيكون عند الرقم 9 بلان بلو، عاود ديجا جاري في 2400 في السان كلود وداير داخل من لي كاتر برومي، وتنظن ان الشوكي اللي راكب عليه غيقدر يجيبو خويو الالمانية. غادي ناخدو الرقم 9 ونزيدو داك 14 كالا سوربريز. واخر عودة الخوت في السيليكسيون ديالنا، وغادي نمشيو نشوفو ديك العشرة والخمسة ربما غادي نشوفوهم، هو البيكنيك رويال رقم 15. هاد العود جبني في واحد لاكورس قديمة، ولكن عاود جاي ريغيلي من البروفانس بيكنيك رويال. كما كتشوفو لونسو مونت مارسان تروازيام في لاتيست دو بيتش، إلا مشينا لهاد لاتيست دو بيتش كندير فيها تروازيام مع داك العود اللي كان ربح في سان كلود مؤخرا. غادي نشوفو العود اللي كان ربحهم هو البرنس انودين، البرنس انودين هو اللي كان جد غانيو افيك ميكائيل بارزانونا في سان كلود، هو كان تيجري معاه. هذا علاش انا كناخد هاد العود مثلا، هاد العود هو اللي كان دي سان كلود غانيو في سان كلود 2000 مترو. هاد العود كان رابحو كما كتشوفو، وعندو واحد لاكورس زوينة بيكنيك رويال مع فابريس فيرو، عندو واحد لاكورس اللي هي زوينة في الاعتقاد ديالي في لا ميزون لافيت ولكن قديمة، كيعجبوني هاد اللي كانتي كاتريام بلاس، كاتريام بلاس في 2019 كما كتشوفو 2019 كان جرى مع خيول قوية جدا ريشموند جرين فيو فاروا بيكنيك رويال سير جورج. ناخدو هاد الكنز ربما اللي ضربوها من التحت. اللي بقاو لينا الخوت فقط ما عنديش اخوتي داك 12 تينيسي سونغ، ما عنديش اخوتي 12 اللي عنده غادي ياخذو، تبقى ليا فقط في الكترون ليبر والبرايت اوف فاير. هاد الخيول تيديرو التيران ومره كيبانو ومره ما كيبانوش. اخر كورسة كاتريان في لونسو تنظن انه مشى مع الرقم 13 في الكانتي، عنده السانكلود ديالو تروازيام، عنده السانكلود ديالو في البون في البون نو بلاسي، عنده السانكلود ديالو نو بلاسي وعنده السانكلود. المهم الخوت العشرة والخمسة تيبقاو هاد الخيول بكل صراحة. تقدر تبان ما غاديش نقدر نحي نقتلهم، ولكن غادي نزيد ندي طيهم نزيد ندي طيهم، ويكون خير الخوت في المساء، وان شاء الله الخوت في اللايف نقربوا لا كورس ونشوفوا الايطا دو تيران، لان الايطا دو تيران كتجي حتى للديرنيير مينيت. نتمنى كل خير الخوت ومع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.